السلام عليكم. اليوم سوف نتكلم عن نسبة الانضغاط في المحركات الاحتراق الداخلي. نسبة الانضغاط هي حجم الأسطوانة كامل، بداية من النقطة الميتة السفلية إلى النقطة الميتة العلوية. هذا حجم الأسطوانة الواحدة. وطبعا حسب عدد أسطوانات المحرك، في هذا المثال نأخذ محرك 4 أسطوانات، يعني المجموع هنا 2 لتر، وهذا ما نجده مكتوب على المحرك 2 لتر، سعته 2 لتر. أما نسبة الانضغاط فهو حاصل قسم المجموع الكلي للأسطوانة، يعني اللون الأحمر واللون مقسوم على اللون الأزرق. طبعا الحيز اللون الأزرق هو الحيز الذي لا يصله مكبس السيلندر، أما اللون الأحمر فهو الحيز الذي يشغله المكبس أثناء الصعود والنزول، كما هو موضح في هذا المثال. هذا المثال 6 على 1، ومثال آخر 10 على 1. بالمناسبة محركات البنزين أقل نسبة ضغط من محركات الديزل. هنا نجد أن نسبة الانضغاط مدروسة دراسة جيدة لاشتعال الجيد في المحركات، سواء كانت محركات بنزين أو محركات ديزل. كما نلاحظ في هذا المحرك محرك بنزين، نسبة الانضغاط هي من تحدد نوع البنزين الذي يصلح لهذا المحرك. هنا نجد آلية عمل محرك الديزل، وهو الذي يعمل على ضغط مرتفع، وأيضا نسبة ضغطه تحدد نوع المازوت الذي يعمل به. لذا وجب عند عمل أي صيانة للمحرك، وخاصة وجه سطح السيلندر عند مسحه، يجب التأكد من هذه النسبة للعمل الجيد والاحتراق الجيد داخل المحرك، حيث أن اختلاف النسبة أو زيادة فوق اللازم فإنها تحدث شرارة في غير موضعها، كما هو موضح في هذا المثال، مما ينتج عنه صوت غير الصوت الذي كان عليه وهو جديد. يعني عند مسح رأس أسطوانة يجب التأكد من القياسات والتأكد من نسبة الانضغاط الذي تكون وضعها المصنع. كما نلاحظ زيادة في نسبة الانضغاط أدت إلى الاشتعال المبكر، كما هو في هذه الصورة. ولذلك فإن السمك جوانكيلاس مدروس ومحسوب. السمك جوانكيلاس لذلك عند عملية إصلاح للمحرك أو صيانة أو عمل عمرة له، وجب تتبع أرقام الذي وضعها المصنع. كما نلاحظ هنا يقوم بعملية حساب حجم الذي لا يشغله المكبس، وهذه العملية لازمة للمحافظة على نسبة الانضغاط الذي وضعها المصنع، وهي النسبة الممتازة لعمل المحرك. هنا أيضا نقوم بقياس حجم الجوف الموجود في المكبس، وهذه القياسات كلها ضرورية لمعرفة حجم أو سمك جوانكيلاس الذي يجب أن نضعه للمحافظة على نسبة الانضغاط. أما ضغط المحرك أو ضغط البيستون فهو شيء آخر. هنا نلاحظ جهاز خاص بقياس ضغط المحرك، وهو الضغط الذي يجب أن يكون موجود نفسه هو على 4 أسطوانات. ضغط المحرك يزيد بزيادة عدد دورات المحرك. كما أنه أيضا يزيد بزيادة حقن الوقود داخل السيلندر. كما نلاحظ أن أيضا التيربو مسؤول الأول عن زيادة ضغط المحرك، فهو المسؤول الأول عن زيادة سرعة دخول الهواء إلى داخل الأسطوانة، وهو ما ينتج عنه زيادة في عزم المحرك. ضغط المحرك يجب أن يكون متساوي في 4 أسطوانات. كان معكم كارج لمارا، والسلام عليكم.